احنا نتاع البدو الرحل نعانوا اكثر بالخيم. الخيم هذه هما اللي عندنا الكارثه الكبيره، لان احنا عندنا اولاد يزوجوا اولادنا ونزوجوا بلادنا ونزوجوا نسمى كي نزوجوا ولدنا دروك نسكنوا معاها لهنا في الخيمه، حتى نولوا خمس اولاد ست اولاد، والله عندك بنت انا تزوجها تسكن مع بنتك ومع نسيبك هنا في الخيمه واحده، لما عندنا بدي ما هو كيف الديار يمشي هو يتنقل جهه والله كذا والله كذا، احنا ما عندنا ثاني وين نجيبهم هذه الخيم الا من رحم ربي. هذه هي الكارثه الوحيده هي اللي لاقيتنا هنا في الصحراء، وهذه هي المشكله اللي نعانوا منها. مثلا واحنا جاينا معنا احنا ذوق في هذا الموسم، موسم جاينا نستقبله موسم الشتاء، فيه معنا بزاف الريح وفيه بزاف البرد وفيه كذا ياسر، وكيف ندخلوا الخيمة واحدة؟ احنا خمس عائلات ست عائلات يدخلوا خيمة واحدة ما يواصل حتى أربعة على أربعة. حسنا العلف للحيوان كل العام يموت لنا النص ويبقى لنا النص، واحنا تباركوا مع هذاك الشيء نوقفوه ونقعدوه وهكا ومنا الحمد لله. أنا ما تولي شحال من حوار هنا داها غير السيل، مشى باطل مشى زرو بقاو النياق وخلاص بلا حيران. معنا المعاناة هنا السنين دغ الصحراء دغ نهاية الساغنة هلا نهاية الساغنة معنا أغانا اللي وانا عضو اللي وانا وان تجرس اللي وانا يبان لخطور اللي وانا يبان تغرينا راتن اللي وانا وان سفران وين هنا اللي وانا وهنا خاصة هذا معنا آمان دغ خصنا آمان معنا اللي دغ وان إيفي وان سيهط تاش اللي دغور دام. ثانية نعانوا من الطب، إما هاد الأولاد دروك هاهم الصغار هادو مساكين الله غالب يمرض علينا واحد ما عندنا كيفاش نديروا ليه، الله غالب الفرقة الطبية ما تجينا تجي وتفوت تدخل البلاد وتمشي البلاد تجي لبرج باجي مختار وتمشي لتمياوين ويفوتوا الويكان نتاعهم تما ويرجعوا للولاية تضرع، ما يفوتوا علينا كاع احنا ما يجونا ما عندهم ما يجونا. وثانية القراية التعليم احنا حتى هم احنا ما انا مهمش من جهة التعليم ومن جهة هالحوايج اللي رانا ذكرنا مهمش منهم اقصى التهميش. القراية ها هما الأولاد يكبروا ويطلعوا كل شيء لا قراية لا شيء، نطلبوا كل عام وكل ما نلقاو فرقة تجينا هون نطلبوا نقول لهم أننا طالبين معنا مدرسة متنقلة والو ما نلقاو شيء. إن هنا رانا في صحراء خالية ما فيها والو، الصيف يجيك قاسح والشتاء تجيك واعرة والرياح والماء ساعات يكون ناقص، والمواعين نتاع مثلا الالات نتاع الطياب والالات والغاز والحطب لانه الحطب ما بقاش في الارض هذه. عندنا نطالبوا البيطريين باش يزوروا لنا لهاد المنطقه منطقه تيكر عندنا الحيران يموتوا لنا من المرض ما نعرفين مرضاش قدام واحد تقريبا انا ماتوا لي واحد ستة هكا، وكاين ناس بزاف جيراني قاع مات ليهم كل واحد مات ليهم ربعة واحد سما كاين مرض هذا في هاد السنة كاين مرض تاع موت الحيران ما نعرفين نتا واش ما الناس عارفين السبب نتاعها. احنا بصفتنا مربين المواشي نعانوا من الكثير والكثير من الحوايج خصوصا فيما يخص الاعلاف الحيوان اللي نربو فيه، لو كان ما كانش علاف راه رايح يموت في هذه السنه. الطبيب نتاع الحيوانات ما يجيناش هنايا، شفتها غنمنا شفت هذه الناقه راهي مكسوره وشفت الحيوان مراد والتركه مراد مولي خاصنا التطعيم مكان للتطعيم للاطفال كل شيء خاصنا في هنايا. وانا غجب ورود تجرا وانا غطسو تجرا وانا غاجين نصباري مسينا غاسنا كلا في وشانا وارها تغردي تيسد ورتنهني نكرر دين الصحراء. الصحراء يلزم تعرف تي مانا تأدي في اليد قواي كاي سانسي هاني مر إنسان نضوع فيها سنسنان ضر ناكين. فيما يخص الصحة على مستوى
البدو والرحل، نشير هنا أن سنويا تنظم على الأقل 3 قوافل طبية اللي تجيب كل مناطق المقاطعة لتقديم العلاج واللقاحات للمواطنين. ممكن نسجل أنه آخر قافلة كانت الأسبوع الماضي وين كانت تقريبا قدمت العلاج لأكثر من 700 شخص على مستوى برج باجي المختار، البادية الخاصة ببرج باجي المختار، وأكثر من 300 عائلة على مستوى البدو الرحل لتيمياوين حسب الإحصائيات اللي موجودة على مستوانا. أما بالنسبة للمناطق الأخرى اللي ممستها هذه القافلة، رايح إن شاء الله ناخدها بعين الاعتبار، ورايح إن شاء الله ننظم عملية خاصة بها وين يتم تلقيحهم والتكفل بهم طبيا. إضافة إلى بعض نحن نعرفوا أنا على اطلاع بالنسبة للمشاكل أو انشغالات البدو الرحل خاصة فيما يخص الخيم، المواد الغذائية ما تطرحش مشكلة لحد ساعة، لكن بالنسبة للجانب الطبي والخيم رايح إن شاء الله تكون لها عناية خاصة.